إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي، مرحبا بكم. دونك دون سيت فيديو نو زالون فوار كيلك اكزيرسيس كونسيرنون لو سيستيم موسكولار. دونك اون فا كومونسي بار اكزيرسيس 1. Compléter le schéma en utilisant relâcher contracté. Donc, il y a un peu de schéma. Il y a les deux termes les relâcher ou contracté. Il y a un peu de schéma. Il y a deux mouvements qui sont les mêmes. Le mouvement de flexion et le mouvement d'extension. Il y a إذن ليطا ديال دو ميسكل اللي هما لو بيسيبس و لو تريسيبس. إذن هنا فين غادي نكتبو كيف داير كل ميسكل في شاك موفمون. إذن نبداو بلا فليكسيون هنايا. دونك لو بيسيبس كيما كتلاحظو معايا، دونك عندنا ان غو عندنا غونفلومون ديال لو بيسيبس. إذا ملي كيكون عندنا واحد الميسكل اللي هو كونفلي، دونك كما كتلاحظوا لي بيسور ديالو دونك اي بلي زيبي، وحتى يعني لا لونغور ديالو دونك اي مو لون. إذا هذا كيعني بانه اي اون ايتا دو كونتراكسيون، يعني اي كونتراكتي. دونك هاد المظاهر خصكم تعقلوا عليهم. ملي كيكون السمك ديالو زايد، اذا منتفخ العضله كتكون منتفخه، الطول ديال النقص كيعني بان في الحاله ديال تقلص كونتراكسيون. اذا هاد لو بيسيبس في الحاله ديال الفليكسيون اي كونتراكتي. بالنسبه لو تريسيبس كما كتلاحظوا معايا، دونك اي موان ايبي او بلي لون، يعني اي رولاشي. دونك هو في الحاله ديال الارتخاء، دونك هو هنايا تريسيبس رولاشي. ندوزو ليكستونسيون. دونك ليكستونسيون هنايا كما كنشوفو بالنسبه لو بيسيبس، دونك لو بيسيبس موان اي بي بلو لون، دونك اي رولاشي. لو تريسيبس دونك بلو اي بي موان لون، اذن اي كونتراكتي. هكذا دونك غادي نكونو جاوبنا على هاد التمرين الاول. اذن غادي ننتقلو ليكزيرسيس 2. ريليي شاك مو على ديفينيسيون كي لوي كوريسبون. Excitabilité, tendon, fibre musculaire, plaque motrice, antagoniste. Donc, on a les termes. On va dire les définitions. Propriété à réagir aux stimulations. Donc, on va dire les termes. Les kinesba. Donc, on a les propriétés à réagir aux stimulations. Et le quadra. À réagir aux stimulations, يعني الاستجابة للإهاجة. إذا فينا هي فاجنو لو تيرم ديال هاد التعريف هذا. دونك هو ليكسيتابيليتي. دونك هذا هو التعريف اللي كنا عطينا في لوكوغ. ليكسيتابيليتي احتياجية. ندوزو سيلول جيونت كونتونون بليزيوغ نوايو. دونك بقى عندنا طوندون. لو طوندون ماشي سيلول. فيبر ميسكولار. La fibre musculaire ou plaque motrice ou antagoniste. Donc, هادوك يبان اكيد بان لا fibre musculaire كنا عطينا في التعريف ديالو قلنا بانه سيت اون سيلول جيونت. اذن هذا التعريف كيناسب fibre musculaire. Structure anatomique fibreuse reliant le muscle à l'os. اذن فين هي لا structure؟ فين هي فهاد اللي كتمثل structure؟ إلا قريتو هاد لي تيرم غادي تلقاو بأنه هو لو طوندون. طوندون كنا قلنا بأنه كيربط لينا لو ميسكل مع لوس، يعني العضلة مع العظم. ميسكل اون اوبوزيسيون فونكسيونيل لي زان افيك لي زوطخ. كنليك هما يعني دي ميسكل عضلات لي هما متعارضين اون اوبوزيسيون في الوظيفة. اون اوبوزيسيون فونكسيونيل يعني متعارضين في الوظيفة ديالهم، واحد بالنسبه يعني الاخر. اذا كنقولوا هادو هما كنتكلموا على لي ميسكل اللي هما سكوليتيك، قلنا بانهم دي ميسكل اللي هما انتاغونيست يعني متعارضه. اذا هذا هو التيرم اللي كيناسبها. وكتبقى لينا لا زون دو جونكسيون اونتر تيرمينيزون نيرفوز اي فيبر موسكولير هي لا بلاك
موتريس وهذا كنا عطيناه في التعريف في الدرس ديال لا بلاك موتريس اللي قلناه هي لو ليو دو ترانسميسيون ديال لانفلو نيرفو من لا فيبر نيرفوز فيغ لي فيبر ميسكولار. اذا الجواب غيكون على هذا الشكل. نتقلو ليكزيرسيس 3. قال لك اليد دو شيما سي دوسو نا دونك لو شيما عطينا دونك لو موفمون ديال l'extension de l'avant-bras hnaya donc l'avant-bras en extension ou hnaya l'avant-bras au repos donc kifach yani katem l'extension de l'avant-bras had la part l'avant-bras et had la partie hadi wadi donc le bras donc hnaya donc ntkelmo ala l'avant-bras idan l'extension dialha idan بالنسبه لي ميسكل دائما دونك كيمثلو لينا لو بيسبس لو تريسبس مع لي ستركتور ديالهم دونك التوندون اللي كيربط لينا الميسكل افيك لوس فوالا. وهنا عطينا دونك كيركسين باش نحاولو يعني نعرفو ليطا ديال كل ميسكل كما كتشوفو هنايا كيعطيونا لي بيسور ديالو وهاد هاد لي فليش هادو كيساعدونا باش نعرفو يعني لا لونغور. Donc, سؤال الأول عندنا décrire l'évolution de la longueur et de l'épaisseur des muscles lors de l'extension. إذن غادي نشوفو في الحالة ندير واحد la description الوصف ديال l'évolution يعني كيف أشنو وقع بالنسبة للتغيرات اللي حدثت على مستوى ديال la longueur و l'épaisseur يعني الطول والسمك ديال هاد لي muscles يعني le biceps و le triceps في الحالة ديال ليكستونسيون. اذا نشوفو هنايا كما كتلاحظوا معايا بالنسبه اوروبو دونك كان عندنا لو بيسبس اللي هو كونتراكتي وكان عندنا لو تريسبس غولاشي. وحنا اللي كيهمنا اون اكستونسيون هو ان يعني لو بيسبس ولا غولاشي او لو تريسبس كونتراكتي. اذا باش عرفناها بلي بيسور كنشوفو هنايا لو بيسبس دونك moins épais plus long هنا يا بالنسبه لو تريسبس plus épais moins long. اذا بالنسبه للاكستنسيون غادي نقولوا بانه lors de l'extension donc le biceps devient moins épais donc biceps devient moins épais plus long et alors que le triceps donc devient plus épais et moins long. Quel est donc quel est dans ce cas le muscle qui se contracte ou le muscle qui se relâche? Donc, galik finawa, le muscle qui se contracte, يعني qui تقلص, ou le muscle qui se relâche, يعني اللي كيرتاحي. قلنا بأنه بالنسبة نعرفوا شكون هو le muscle qui se contracte, هو اللي غادي يكون l'épaisseur ديالو, donc غادي يكون plus épais et moins long. هذاك هو اللي هو في l'état de contraction. إذن شكون هو في هاد الحالة هادي كيهضرو دون سو كا يعني في لوكا ديال ليكستونسيون ماشي لو روبو اون لوكا ديكستونسيون دونك هو لو تريسيبس سي لو تريسيبس كي سو كونتراكت او بالنسبة لو بيسيبس دونك هو كي سو غلاش يعني لأنه كنا هنايا موان ايبي بلو لون. إذا الجواب لو تريسيبس سو كونتراكت اي لو بيسيبس سو غلاش. Comment peut-on qualifier l'action de ces deux muscles ensemble? كليك يعني كيفاش يمكن لينا نصنفو يعني لاكسيون يعني لا فونكسيون يعني الوظيفه ديال هاد العضلات هادو يعني هما بجوج كيف كيبان لينا؟ اذا كنلاحظوا بان لو بيسبس مثلا في لو روبو كيكون en contraction et contracté, le triceps relâché, l'extension qui compte le biceps quand relâché ou le triceps contracté, idem هما كيشتغلوا بواحد الشكل اللي هو متعارض. Donc on peut les qualifier بانهم دي ميسكل اللي هما antagonist يعني متعارضين. Donc le جواب هما antagonist, ce sont des muscles يعني antagonist يعني متعارض. L'action de l'homme il est antagoniste. Monsieur l'exercice 4. Afin de préciser l'origine de l'énergie nécessaire à la contraction d'un muscle squelettique, des dosages réalisés par deux biologistes, Chauveau et Kaufmann, ont abouti au résultat suivant.
إذن قالوا لنا باش يحددوا لوريجين دو لينيرجي، يعني المصدر ديال الطاقة الضرورية للتقلص داميسكوز ديال العضلة الهيكلية. دونك هاد العالمان هادو شوفو كوفمان داروا واحد المجموعة من يعني القياسات، دونك على نشوف واش هما هاد القياسات هادو. دونك قال لنا هنايا بالنسبة داروا بالنسبة لو فوليوم دو سون، لو فوليوم دو سون ترافيرسون لو موسكل اتيدي، يعني الحجم ديال الدم اللي كيعبر هذيك العضلة اللي داروا لها الدراسة. كذلك عندنا هنايا او دو اوتيليزي بار موسكل، يعني شحال كتكونسومي، شحال كيكونسومي هذيك داك لو موسكل ديال او دو، سي او دو روجتي بار لو موسكل، اذا شحال كيطرح ديال سي او دو، الجلوكوز كونسومي بار لو موسكل، شحال كيكونسومي ديال يعني شحال كيستهلك ديال الجلوكوز، لي بروتيد اي لي بي اوتيليزي بار لو موسكل، الا كان يعني استهلاك ديال البروتيد وديال لي ليبيد غادي يعطونا القيمه ديالو. هنايا قال لك بوغ شاك كيلوغرام دو موسكل بار، يعني في كل ساعه وبالنسبه لكل كيلوغرام من يعني العضله، بالنسبه للعضله كيلوغرام واحد من العضل. اذا عطاونا في دو زيتا كما كتلاحظوا معايا، لو غوبو لاكتيفيتي. اذا في لو غوبو لاكتيفيتي، اذا غادي نبداو بالنسبه لو غوبو، غنشوفو في يعني لي دو كا، غادي نشوفو بالنسبه للفوليوم دو سون ترافيرسون لو موسكل اتيدي في لو غوبو، دونك 12.2 لتر بالنسبه لاكتيفيتي، دونك عندنا 56.3 لتر. دونك كما كتلاحظوا بالنسبه للاو ديتيليزي بار لو موسكل في لو غوبو 0.3 لتر، بالنسبه لاكتيفيتي 5.2، سي او دو روجيتي بار لو موسكل دونك عندنا 0.22 لتر في لو غوبو، اون اكتيفيتي دونك عندنا 5.95 لتر. غليكوز كونسومي بار لو موسكل عندنا 2.04 غرام، اكتيفيتي 8.43. لي بروتيد لي بي اوتيليزي دونك دون لي دو كا، سوا لو غوبو اون اكتيفيتي دونك il n'y a pas consommation de protides et lipides دونك 0.0. Question 1, donc montrer que les cellules de ce muscle respirent. Donc on doit montrer que les cellules musculaires respirent. Donc la respiration, revenons à la respiration. Donc, je n'ai pas de tenfous. Donc, je n'ai pas de les cellules du muscle qui tenfous, qui tenfous, qui tenfous. Donc, je n'ai pas de tenfous. Tenfous, c'est qu'il y a une. الاستهلاك ديالاش، استهلاك ديال او دو، وكاين كذلك يعني الطرح ديال سي او دو، لان هذا مفهوم العضله ان كتستهلك او دو وكتطرح سي او دو، اذا يعني انها كتتنفس. غادي نشوفو هنايا اون اكتيفيتي كنلاحظو بان لو يعني لا كونتيتي ديال لو ديوكسيجين كي يوتيليزي دونك يوتيليزي بار لو موسكل في ليطا د اكتيفيتي مرتفعه مقارنه بلو غوبو، يعني ان هاد العضله كتستهلك واحد لا كونتيتي اللي هي بلوز ايلفي بارابور يعني او غوبو، يعني بالنسبه لا كونتيتي يعني سيل كي كونسومي او غوبو، الكميه اللي كتستهلك خلال يعني فتره ديال الراحه. اذا كذلك كتلاحظوا بانها دونك ان هاد لو ميسكل دونك روجيت دونك بلوس دو ديوكسيد دو كربون بارابور ا ليطا يعني دو غوبو، اذا هذا كيبين بانه كيستهلك العضله كتستهلك الاكسجين بكثره وكطرح السي او دو، اذا حتى اذا فهي يعني هناك تنفس على مستوى العضله، وبالتالي اذا ملي تنقول تنفس على مستوى العضله، اذا الخلايا اللي كتكون هذه العضله فهي يعني تتنفس. اذا غادي نقولوا بان لو موسكل كونسوم لو ديوكسيجين روجيت دو ديوكسيد دو كربون دونك لي سيلو مسكولير ريسبير، يعني هناك تنفس على مستوى ديال لو موسكل، وبالضبط يعني اكيد كما شفنا في لا ريسبيراسيون على مستوى ديال يعني الخلايا لي سيلول. Question 2. Comment expliquer l'augmentation du volume du sang qui traverse le muscle entre son état de repos et pendant son activité? Le volume du sang qui traverse le muscle étudié, donc, qui est comme l'activité, l'état
لو روبو. اذا خصنا نعرف واحد مساله بانه الا لاحظتوا معايا في ليطا ديال لاكتيفيتي عندنا يعني كونسوماسيون اللي هي الفي ديال او 2 اذا هنا 0.3 هنا 5.2 اذا مرتفعه. عندنا كذلك كونسوماسيون الفي ديال لو غليكوز دونك 2.04 في الروبو عندنا 8.43 غرام في ليطا داكتيفيتي. اذا اللي هي كونسوماسيون الفي دونك ديال لو ديكسيجين او ديال لو غليكوز. اذا شكون اللي غادي ملي غادي تحصل يعني هاد لو موسكل على هاد الاو 2 والغليكوز دونك اكيد من لو سون اللي كيترافيرسي لنا هذاك لو موسكل يعني اللي كيعبر يعني العضله. اذا حنا باش نبينو بان نفسرو يعني نعطي واحد ليكسبليكاسيون علاش عندنا اوغمونطاسيون ديال لو فوليوم دو سون يعني اللي كيترافيرسي لنا قلنا لو موسكل في ليطا ديال لاكتيفيتي خصنا نقولوا بانه كاين عندنا واحد الكونسوماسيون اللي هي الفي ديال لو ديوكسيجين او ديال الجلوكوز في ليطا ديال لاكتيفيتي. اذا خص وبان هذا المشكل كيحصل عليهم اذا من الدم. اذا خص الدم هو الدم هو اللي يعني كيقوم بتزويد ديال العضله بهاد العناصر هادو وبالتالي كيرتفع يعني الحجم ديالو على مستوى يعني العضله لانه كاين الاستهلاك اللي هو يعني مفرط ديال هاد العناصر. Then on va dire que en activité, les besoins du cellule en dioxygène et glucose augmentent par rapport au repos. Donc ce qui explique donc l'augmentation du volume du sang entrant au muscle pour recouvrir les besoins du cellule. يعني بما انه كترتفع الحاجيات ديال هاد يعني ديال لو موسكل ديال هاد لي سيلول موسكولير لديوكسيجين والجلوكوز اذا خص يكون عندنا كذلك واحد لوغمونطاسيون دو فوليوم ديال لو سون كي ترافيرس هاد لي موسكل في ليطا ديال الاكتيفيتي يعني باش يقدر انه يغطي لينا بوغ ريكوفغيغ هادوك لي بوزوان ديال هاد لي سيلول موسكولير. 3 ديدوير لوريجين دو لينيرجي نيسيسير على كونتراكسيون موسكولير. اذا قال لك حددنا شنو هو المصدر ديال هاد الطاقه اللي كتستعمل في لا كونتراكسيون موسكولير. دان لا كونتراكسيون موسكولير ماشي فقط يعني نيسيسيت اون انرجي هي كتحتاج لطاقه عاد ان كذلك يعني واحد لاريفي ديال لانفلو نيرف او فيبر موسكولير يعني الوصول ديال السيوله العصبيه يعني موتور لانفلو نيرف موتور لاش لي فيبر موسكولير الالياف العضليه. اذا خص كذلك طاقه اللي كتساعد على التقلص ديال هاد الالياف. اذا هاد الطاقه ملي كتجي كتجي من الظاهرة ديال لا ريسبيراسيون سيلولير. حنا بينا قبيلة بأنه إذا كاين عندنا استهلاك ديال أو دو ديال الجليكوز. إذا أو دو زائد الجليكوز غادي يستعمل في الإنتاج في لا برودكسيون ديال لينيرجي أو نيفو ديال أو نيفو دي سيلول موسكولير يعني على مستوى الخلايا العضلية. إذا لوريجين ديال هاد لينيرجي هي لا ريسبيراسيون donc cellulaire, donc c'est l'énergie qui résultante de la respiration cellulaire. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم وإلى فيديو أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.